منذ 3 سنوات، وفي يوم 19 ديسمبر 2019 وشحت في هذا المبنى بالذات أعلى أوسمة التشريف، بأن تم تنصيبي رسميا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي، ذلك أنني أدرك تمام الإدراك طموحاته لعدالة حقه وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب، تتبوأ مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب ومقدراتها البشرية والمادية وتتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخنا المجيد.